بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس راعي هذه المناسبة، المكرمون أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية وفي هذا المساء الجميل، باسم سعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس وجميع منتسبي الجامعة من موظفين وطلبة، نرحب بسعادة الدكتور طلال أبو غزالة في رحاب جامعة السلطان قابوس. ويسرني أن أقدم السيرة الذاتية المختصرة لسعادة الدكتور، وأؤكد على المختصرة لأن اليوم رسلوا لي سيرة ذاتية طولها 27 صفحة، فاجتهدت باختصار هذه السيرة. ولد في عام 1938، وهو المؤسس والرئيس لطلال أبو غزالة العالمية التي تم تأسيسها في عام 1972، يعد أحد القيادات الأكثر نفوذاً في العالم بإنجازات ومساهمات بارزة في التعليم والمحاسبة والملكية الفكرية وإدارة الأعمال والإدارة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والقانون وغيرها من المجالات. وهو مؤسس لمنظمات ذات بعد تاريخي ورؤية لنهضة العالمين العربي والإسلامي. بالنسبة للدرجات والشهادات الأكاديمية، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1960. طبعاً أيضاً حصل على 5 شهادات دكتوراه فخرية، أولها كان الدكتوراه الفخرية في الأداب من جامعة كانسيوسس في بافلو بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988، ثم الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة بيت لحم في فلسطين عام 2014، بعد ذلك الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة مؤتة بالأردن عام 2015، وبعدها الدكتوراه الفخرية في الإدارة والاقتصاد من جامعة جرش بالأردن عام 2016، وأخيرا الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية الجامعة اللبنانية الأمريكية بلبنان عام 2018. المناصب الرسمية: عين في مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية في عام 2016، وتمت إعادة تعيينه أيضاً في مجلس الأعيان من عام 2010 إلى عام 2011. المعروف عن سعادة الدكتور طلال أبو غزالة شخصيته شخصية عصامية، فعلى سبيل المثال فلقد رهن ساعته من أجل حضور دورة تدريبية نظمتها شركة IBM في عام 1965. طبعاً هذه ما من السيرة الذاتية، أنا استمعت حقيقة للقاءات مختلفة لسعادة الدكتور وأيضاً أوجز ما سمعته، فلقد اعتمد منذ صغره على تعليم نفسه بنفسه. بعض ما قيل عنه: أطلق عليه الدكتور جواد العناني رئيس ديوان الملك الأردني السابق على أنه رجل من المستقبل لأنه يتحدث دائماً عن المستقبل. بعض ما قاله سعادة الدكتور أبو غزالة في مقابلات عدة: النجاح لا يأتي بتقليد الآخرين، وإنما يجب أن تفكر كيف تتفوق على غيرك. على الإنسان أن يطور تقنيات المعرفة ليصنع منها معرفة ويصنع من المعرفة ثروة. كان هدف نظام التعليم سابقاً هو تخريج متعلم ليحصل على وظيفة، أما الآن في عصر المعرفة أصبح الهدف من نظام التعليم هو الابتكار. لذا فإن دور مؤسسات التعليم يجب أن تكون حاضنة للابتكار. نحن نريد من الجامعات العربية أن تخرج مخترعين عرب. وأيضاً ما قاله: يجب أن يكون لدينا خريجين في الذكاء الاصطناعي، فنحن بحاجة لعلماء باحثين ومخترعين ويقود بدورهم ثقافة الاختراع في الوطن العربي. الذكاء الاصطناعي ليس تخصصاً بذاته، وإنما هو الإبداع في كل التخصصات، في الطب، في الهندسة، والاقتصاد، والقانون، وفي كل مجالات العلوم والمعرفة.
وأخيرا القائل أن الجودة في العمل تأتي من العمل، وبناء عليه فلقد خاطب رئيس الوزراء الأردني بزيادة عدد ساعات العمل والتقليل من الإجازات، وكانت حجته بأن الدراسات استنتجت بأن التعب هو الطريق للراحة، والعمل هو راحة وصحة ونفسية، هي راحة صحية ونفسية. فكلما استعملت عقلك كلما نشطت وتجددت خلاياك. هذا القول تفاعل معه الكثير بين المؤيد والمعارض، ولقد أنشد أحد الشعراء بيتا واصفا هجر محبوبته ومتأثرا بما يطالب به سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، قال فيه: والحب بيننا أصبح استحالة، كأنني العطلة وكأنها طلال أبو غزالة. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، كلنا شوق للاستماع لكم، فباسمكم جميعا يسرني أن أدعو سعادة الدكتور طلال أبو غزالة لإلقاء محاضرته بعنوان مستقبل المعرفة وتمكين الموارد البشرية، فليتفضل مشكورا. المحاضرة، نطلب من محاضرنا أن يكون لمدة 45 دقيقة، وبعد ذلك الأسئلة لمدة ساعة بإذن الله. فليتفضل مشكورا، وعندك الاختيار ما بين البوديوم أو الجلوس على الكرسي. السلام عليكم ورحمة الله. أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أساتذتي، سيداتي، أنا فخور بأن أكون أمامكم في هذا المساء، في هذا المكان، في هذا البلد الكريم العظيم. ولكن أود أن أبدأ بأن أقول بداية أرغب في تقديم خالص التعازي لإخواني وأخواتي أبناء عمان بوفاة المغفور له بإذن الله الزعيم العظيم الذي تمتع بالحكمة ونفاذ البصيرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، رجل المحبة والسلام والإخلاص، أخلص لدينه ولوطنه ولشعبه وللأمة العربية والإسلامية. بدأت المجموعة عمل في سلطنة عمان سنة 73، وأنا أتشرف بأنني مقيم في هذا البلد إقامة مستمرة متجددة باستمرار إلى مدة نصف قرن. ولما تكلم الأستاذ الكريم بتقديمي حسبت العمر، أنا في أبريل القادم بيكون عمري 82 سنة، في أبريل القادم. فأعتز بأنني قضيت فترة سعدت فيها بضيافة هذا البلد الذي عملنا في خدمته نصف قرن، وتعلمنا منه نصف قرن الخلق والأدب وثقافة المعاملة وثقافة التعامل. أنا ما في شك بأن سلطنة عمان مدرسة في الأخلاق قبل العلم والعمل، فأنا تلميذ هذه الثقافة، وأعتز بأنني تربيت على ثقافتكم وأعتبر نفسي واحدا منكم. اليوم أريد أن أعمل معكم جولة كما طلب مني، أنا مطيع وأستلم الأوامر وأنفذها، يعني أنا أول من يطيع. وطلب مني أن نتنقل إلى عدة مواضيع وليس في موضوع واحد. سنتكلم عن ثورة المعرفة، وسنتكلم عن التعليم، وسنتكلم عن الأزمة الاقتصادية العالمية. العالم مر بثورات: الثورة الزراعية، الثورة الصناعية، الثورة المعلوماتية أو التقنية. وكان الحديث في العقود الماضية
تكنولوجيا والتكنولوجيا وتقدم التكنولوجيا والأدوات والماكينات وأدوات الصنع، أدوات صنع كل شيء. كان لي الحظ بأنني بهذا العمر الطويل صار لي فرص أن أتعلم الكثير، وأنا تلميذ، وأنا اليوم أخاطبكم. إذا سألتني من أنت، أنا أقول أنا تلميذ طلال أبو-غزالي، أتعلم من كل شيء وكل يوم. في يوم من الأيام سمعت أن هنالك، وهذا كان عام 1965، سمعت أنه اخترع شيء جديد اسمه الوورد بروسيسر، وهو بداية عصر الكمبيوتر، وكان من إنتاج شركة IBM. لم أملك المبلغ اللازم لأسافر إلى لندن لقرية خارج لندن اسمها هاي ويكم اللي بيعرفوا بريطانيا، حيث كان البرنامج. المهم رهنت ساعتي ودبلة الزواج واقترضت وذهبت إلى هذا البرنامج. عندما رأيت هذا الجهاز الذي طوله 6 أمتار، عقلي قال لي إنه هذا ليس النهاية، هذا مش 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 مشروع، مش هذا الهدف، هذا هو بداية شيء كبير أكبر بكثير. فمن سنة 1965 وأنا أتابع التطور والتقدم في عملية التكنولوجيا، ما يسمى الآن بعد الثورة الصناعية الأولى، بعد الزراعية أقصد، بعد الثورة الثانية اللي هي الصناعية، بعد الثورة الثالثة اللي هي تطور أجهزة، وبسبب اهتمامي بهذا الموضوع كان لي الحظ أن الأمين العام للجامعة للأمم المتحدة، أمين عام الأمم المتحدة، عيني رئيساً لفريق الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات عام 2001، وقمنا بهذا الفريق بصياغة استراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات وكيف ستتطور على مستوى العالم. أيضاً حصل أني تشرفت بأن أكون على البوديوم مع بيل غيتس في سنة 1985، وسألته بماذا تصف هذا العصر، هذا المستقبل. قال الذكاء الاصطناعي. قال حياتنا في المستقبل سيحكمها الذكاء الاصطناعي. الثورة التي نحن فيها الآن اللي هي ثورة المعرفة يحركها الذكاء الاصطناعي، وأنا أتمنى وأطالب وأرجو وأقبل أيادي كل مؤسساتنا التعليمية أن تبدأ في المرحلة الابتدائية، مش بالجامعة، تدريس مادة الذكاء الاصطناعي كمادة، وفي الثانوي التعليم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي الجامعة استعمال الذكاء الاصطناعي للاختراع، لنخترع ونكون مخترعين. وهذا مخترع واحد، يعني أنا لا أطمح في أي بلد عربي إلا بشخص واحد. أعطيني واحد بس مثل إيلون ماسك أو مثل زوكربيرغ أو مثل ستيف جوبز أو تيم، أعطيني مخترع واحد بكل بلد، هذه الأمة تستطيع أن تنهض مرة ثانية وتقود العالم. ما هو الاختراع؟ الفرق بين ما نتكلم عنه في الثورة الرابعة الصناعية التي هي ثورة المعرفة أنها ليست مشروع في قطاع خاص كما كانت الصناعة أو الزراعة، هذه في الزراعة، هذه في الصناعة، هذه في الأدوات، أدوات التكنولوجيا. لا، ثورة المعرفة هي في كل شيء، في الطب، في الأدب، في الحياة، في كل ضواحي حياتنا، في الإنسان. الذكاء الاصطناعي سيستطيع أن يغير الإنسان، وهذا أخطر ما يشغلني.
الدول التي لا تلحق بهذه التقنية سيصبح عندها مواطنين متخلفين، والدول التي تطبق الذكاء الاصطناعي على مواطنيها تستطيع أن تخلق إنساناً متفوق يزيد عقله عن عقلي ويوازي عقله قدرة الكمبيوتر. نستطيع الطفل عند ولادته أن نعرف ماذا سيصيبه من أمراض لكي نمنع حدوثها، مش لنعالجها، لنمنعها من خلال ترتيب الجينات، sequencing of genes. الثورة الرابعة التي نعيش بدايتها الآن ستؤثر في كل شيء في حياة الإنسان، في جسم الإنسان، في عقل الإنسان، في أدوات الإنسان، وفي كل المحيط الذي نعيش فيه. شيء ليس له وصف، ونحن ما زلنا في بدايته، ولكن فيها الكثير من الخير، ولكن أيضا فيها الكثير من التحديات. الثورة الصناعية هذه متوقع في حد أقصى 2050 أن يصبح الإنسان والأدوات مجتمع واحد، يعني حنعيش مع الأدوات أكثر ما بنعيش مع بعض، يعني حيكون في هذه في هذا المدرج أدوات روبوتس أو أشياء أخرى ستنتج أكثر من اللبسين ملابس مثلي، وهذا ونصل إلى ما نسميه سينجولاريتي. سينجولاريتي أي أن يصبح الإنسان والأشياء شيء واحد، ونتعامل ونعيش مع هذه الأشياء كأنها بشر، وننتقل من الإنترنت إلى الإنترنت أوف ثينجز التي يستعملها الأشياء. يعني الآن إحنا بنستعمل الإنترنت، المستقبل القريب الكمبيوتر هو سيستعمل الإنترنت، السيارة ستستعمل الإنترنت، أي جهاز عندك في البيت سيستعمل الإنترنت. سيصبح الإنترنت أداة لاستعمال الأدوات، لاستعمال الأشياء التي يخلقها يصنعها الإنسان. كله حلو، ولكن أيضا هنالك تخوف، هنالك من يقول أننا أغبياء إذ خلقنا هذه الإنتاجات لأنها في يوم من الأيام قد تسيطر علينا، وهذا خوف حقيقي مش يعني خيال، أن يأتي يوم يصبح الأدوات، وخلينا نسميها روبوت، لأن الروبوت هو سيارة أيضا بدون سواق، هذا روبوت. يعني إحنا الروبوت مش بس هذا الإنسان اللي بشكله بيشبه الإنسان وبيتحرك وبيمشي، لا، السيارة التي ذات القيادة الذاتية بدون سواق، واللي فيها العقل والمعرفة والقدرة لتتجه في الشوارع وتقف عند الإشارة وإلى آخره أحسن منا. هذه الأشياء كلها في يوم من الأيام بما أن خلقنا فيها ذكاء، الذكاء اللي فيها سيطور نفسه وتصبح أذكى منا. ولذلك في فريق من العلماء الآن يبحث كيف نمنع سيطرة الروبوتس على العالم. هذا خوف حقيقي مش شيء نظري. يعني فريق من الخبراء في بريطانيا في جامعة أوكسفورد يبحثون، برنامج اسمه ترمينيتر، يبحث كيف نمنع الأدوات من أن تسيطر على الإنسان أو تتفوق عليه. أيضا هنالك مخاطر كثيرة من هذا الموضوع، خصوصا بعد أن دخلنا، وهذا موضوع بحب أطرحه لأنه موضوع أنا في سنة 2005 عندما كنت رئيس لمجلس الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات للتنمية، غير موضوع تقنية المعلومات، تقنية المعلومات لأغراض التنمية، طلبت بنوع من الحوكمة على الإنترنت. الإنترنت الآن خارج عن سيطرة أي دولة وأي شخص، وأصبح ضرورياً وملحاً، وطلبت من 2005 بأن ننشئ نظام للحوكمة على الإنترنت. صاحب الإنترنت اللي هو الدولة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا حقها، وأنا دائماً بقول كل يوم الصبح بصلي وبشكر ربنا، وبعدين بشكر أمريكا أن أعطتنا الإنترنت،
ولكنها تقول أن الإنترنت شيء خارج عن هذا الكون ولا يجوز لأحد أن يمسه، ما في حدود، هو ليس بالدنيا، وهذا صحيح، هذا في عالم آخر. أنا يعني كنت في إحدى المناسبات التقيت مع مستشار رئيس الجمهورية الأمريكية عندما كانت الإنترنت في مرحلة الصناعة لسه والتطوير، وحط على الشاشة شيء ليشرح لنا ما هي الإنترنت، شيء بيشبه هكذا، جهاز مثل الديسكتوب القديم، بروتوتايب للديسك قديم، وكيبورد، وأمام الكيبورد كلب، ومكتوب على النظام أن الذي على الطرف الآخر لا يعرف أنني كلب، أي أن الإنترنت تحقق لأول مرة في التاريخ البشرية الديمقراطية الكاملة، كل من يدخل الإنترنت هو متساوي، هو رقم IP address، أنا IP address ورئيس الأمريكي IP address، إحنا ما فيش تمييز بين أي أحد، لا بالملبس ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا نعرف من هو أصلا، من في IP addresses مش معروف من صاحبها. فهنالك مساواة كونية في العالم وديمقراطية كونية، كلام جميل. تطورت استعمال الإنترنت إلى أن دخلنا في عصر السوشيال ميديا. أنا طلبت الحكومة الأمريكية بحقيقة، مش الحكومة، المجلس، بأنني خايف من عدم الرقابة على الإنترنت، أن نخسر الإنترنت، لأن بدون رقابة هذه الأداة ستواجه مشكلة، لأن هنالك إنترنت أخرى في التصنيع موجودة، مش بالتصنيع يعني، صنعت في الصين وفيها نظام حوكمة. ففي اللحظة اللي بتقرر الصين أن تطلق، وأنا قلت هالكلام للمشرع الأمريكي، العالم سيلتحق بهديك الإنترنت، لأنها فيها مزايا أن لا يوجد من يستطيع أن يستغلها لتدمير سمعة شخص أو سمعة دولة أو دين، لا يستطيع أن يستعملها لإدارة العمليات الإرهابية. الإرهاب لا يمكن القضاء عليه بدون رقابة على الإنترنت، لأن الإرهابيين من أقدر الناس على استعمال الإنترنت في الريكروتمنت، في الاندوكترينيشن، تثقيف الناس على الإرهاب، وفي إدارة العمليات الإرهابية. السوشيال ميديا سلاح عظيم وشيء مفيد جدا، ولكن فيه خطر كبير إذا لم يوضع له، وأنا طالبت بأن يوضع له نظام ليصبح العاملين على السوشيال ميديا مثل كل مهنة، مهنة مثل الطبيب، مثل المحامي، مثل المهندس، مثل المحاسب القانوني، يكون فيها أنظمة وخلق ورقابة على أداء المتعامل، وإلا يستطيع أي شخص أن يدمر إنسان بسمعته الكاملة بالكذب، ما بتقدر تعمل شيء، يمكن ترد عليه، إذا رديت عليه أسوأ، لأنه اللي ما قرأ أول مرة بيقرأ تاني مرة. يعني المشكلة مشكلة حقيقية إذا لم تعالج بالشكل الصحيح، ولابد من وجود هذا النظام للرقابة على الإنترنت، للرقابة على السوشيال ميديا بالذات. 5 أشخاص يتقنون استعمال السوشيال ميديا يستطيعون أن يقيموا ثورة في بلد، بيجتمعوا بيعنوا إنه بدنا نلتقي في الساحة الفلانية يوم كذا الساعة كذا، تنتشر الدعوة، بيحضر أول مرة 100 واحد، مرة جاي بيصير 100 ألف 200 ألف مليون، بدون أن يكون لهم حق أو لهم مبرر. يعني نحن هذه الأداة كما قال شكسبير في مكبث، قال نحن أحيانا نخلق أدوات تستعمل ضدنا. يعني أنت طلعنا السوشيال ميديا، السوشيال ميديا شيء عظيم، بس أن يستعمل ضد البشر لتدمير شخصياتهم، لتدمير سمعة الدول، لخلق ثورة غير مطلوبة وغير صحيحة، شيء مخيف. اللذيذ في الموضوع أنه في الوقت الذي فيه هذه الحرية محرومين من الرقابة عليها، في دول كثيرة داخلياً أقامت أنظمة للرقابة،
أما أن تنتظر نظام دولي للرقابة عبث ما دام أمريكا تصر وهي صاحبة الإنترنت أن يبقى هذا مجالاً مفتوحاً. ما بدي أطول أكثر من هيك، بدي أقول في هذه الثورة المعرفية اللي هي يقودها الذكاء الاصطناعي، نحن سنشهد تغير جذري في العالم في كل شيء. الاحتباس الحراري اللي احنا نقاس منه والعالم كله يحل بلحظة من خلال الذكاء الاصطناعي كتقنية. الأمراض، عمر الإنسان إلى آخره. فهي إذا في شيء مهم أترجى وأتمنى أن نعطيه الأولوية في كل شيء، مش بس في تعليمنا، في عملنا، في أدائنا، في تفكيرنا، في إبداعاتنا، هو الذكاء الاصطناعي. احنا أملنا كلية خاصة للذكاء الاصطناعي اسمها كلية طلال أبو غزالة للابتكار، والذي يتخرج منها لا يتخرج بامتحان، يتخرج باختراع، واللي ما بيخترع ما بياخد شهادة، ما في امتحان، في اختراع. أنت هنا عندما تسجل أنت عارف يا ابني أنك عم تسجل لتخترع، احنا مش رح نعلمك شيء، احنا بنعطيك معلومات وبنعطيك توجيه وقيادة تقنية وإلى آخره، بس الهدف أنك تخترع. واختراع واحد مثل جوجل، جوجل شو هي؟ كمبيوتر بروجرام، ما فيها لا موارد ولا رأس مال ولا إنتاج ولا بضائع ولا تجارة. برنامج صار قيمته 1,000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 ,
هم أملنا. يعني أنا متفائل جداً، وسألت عدة مرات وأقول أنا مش خايف على الجيل، على الجيل القادم. الجيل القادم يمثل هذه الصورة، هذا الطفل يشرب الحليب والمعرفة وهو في حضن أمه، بشوفها عم تحكي بالتليفون بسحبه منها، بصير يكبس فيه، بيسأل أخوه كيف بتشغله. هذا الطفل في طفولته، في قبل أن يمشي هو إنسان معرفي، وإحنا بنعرف هالشيء في بيوتنا. وفي أنا مش أحفادي، أحفاد أحفادي، أنا أحفادي خمسة منهم تخرجوا من الجامعة، متكلم ما بقدرش أقول أحفادي، بدي أقول قبل الأحفاد. هذا الجيل اللي هو بهذا العمر لن يقبل شيء منك من ما نحن قبلناه. أنا قبلت أن أدخل الجامعة وقتلت نفسي لأدخل الجامعة، ولا أذكر شيء درسته بالجامعة، ولا في فائدة مما درسته في الجامعة. جاك ما ما بتذكر شيء ولا كلمة كل ما درسته في الجامعة. جاك ما اللي هو مؤسس علي بابا الشركة العملاقة بيقول أنا ما بهمني أولادي يكونوا متفوقين في المدرسة ولا يأخذوا شهادات عالية، بإن بهمني هم عم يدرسوا أن يتخصصوا في مجالات ويحصلوا على تخصص. والآن المطلوب في أغلب الشركات الكبرى في العالم مش مطلوب شهادة جامعية، مطلوب شهادة مهنية، خبير روبوتس، خبير سايبر سيكوريتي، خبير باختراع في مجال الماشين ليرنينج، في البيج داتا، في المواضيع المستقبلية. والوظائف المستقبلية ولا منها شيء احنا عم ندرسه بمدارسنا. الوظائف المستقبلية ستأتي من خلال الطلبة الذين يتعلموا وليس يعلموا. يعني هو بيتعلم، ننتقل من التعليم إلى التعلم. أن أقول هذا لأنه أنا في عمري في واجبي أن أقول صدق، وحتى لو كان يحسب ضدي أو ما لا يرضي، ولكن الأمانة أن أقول أنه أنا اللي عم بتكلم فيه صار ينفذ بالعالم مش عم بحلم. وإحنا دائما نفكر بالتجربة الغربية، أمريكا، بريطانيا، كندا. التغيير في التعليم في العالم يقوده الدول الاسكندنافية وتحديداً فنلندا. إذا أردت تعليم المستقبل أدرس التجربة الفنلندية. أنا مثلاً لماذا الطالب يروح على الجامعة بعد 10 سنين أو على المدرسة أصلاً؟
لأنه جوجل عم تخترع عقل بالارتفيشال انتليجنس، بنحط في عقلي بصير متخرج وأنا عمري 11 سنة، بصير مستوى علمي مثل خريج جامعة. يعني عقل متخرج، عقل متعلم بدخل على عقلي بصبح أنا متعلم، وهي مش نكتة، هذه حقيقة. العالم في يمر بتغييرات سريعة، وإحنا إذا بدنا نتابع، يعني طبعاً نتابع التجارب كلها بما فيها التجربة الأمريكية والصينية والأوروبية، ولكن إذا بدنا نقلد أحد خلينا نقلد فنلندا، دولة صغيرة مثل دولنا، أغلبها أقل من 10 مليون بني آدم، ناتجها القومي 5 أضعاف دولة أخرى في منطقتنا بنفس العدد السكان، 5 أضعاف، لأن في فنلندا كل إنسان هو إنسان معرفي، يعمل بالمعرفة، يتعلم بالمعرفة، يأكل بالمعرفة. الذكاء الاصطناعي سيعرف أن يقرر ما هو الأصلح لجسمك ولحاجاتك من الأكل. إحنا عم نتكلم عن موضوع لا حدود له من النمو ومن التغيير، بس في يعني ألون ماسك اللي هو رئيس تسلا ومن الشركات اللي هلا عم بيخترع، بالمناسبة عم بيخترع إنترنت كونية حتى ما تحتاج أنت تعمل اشتراك أو واي فاي، أو في الكون كله حيكون عليه مظلة إنترنت لاستعمال العالم بالذكاء الاصطناعي. روسيا عم تخترع شبكة انرجي عالمية تغطي العالم كله بالطاقة وتعطيك الطاقة مجانيا لكل الدنيا، هذا مشروع لسه قيد الإنجاء. فبس ألون ماسك بيقول don't confuse schooling with education. I didn't go to Harvard, but the people who work for me did. هذا يعني احنا نتكلم عن قادة المعرفة في العالم، واللي اغلبهم كما نعرف اسمهم دروب اوتس، يعني سواء بيل جيتس او ستيف جوبز او الى اخره، اول سنة وسنتين في الجامعة بعدين ترك الجامعة، بسموهم دروب اوتس، لم يكمل دراسته لأنه وجد أنه ليس هناك. وأنا قلت هالكلام في محاضرة إلي في هارفارد، قلت لأساتذة هارفارد أتحداكم تجيبوا لي أستاذ عنده معلومة يعطيها للطالب مش موجودة على الإنترنت، والطالب عنده إياها قبل الأستاذ لأنه حياته كلها على هالجهاز، الأستاذ عنده حياة ومسؤوليات ودور أهم وإلى آخره، بس هذا ما عنده شيء إلا قاعد على الجهاز. في عصر المعرفة، في عصر الإنترنت، التحفيظ والتعليم يجب أن ينتهي وننتقل إلى مرحلة التعلم. كيف نصنع من هذا؟ ليش الطبيب ما بيعطيك وصفة للجميع؟ أي واحد عنده إنفلونزا هذا الدواء، لأنه جسمنا كل واحد شكل. العلماء بيقولوا أن عقولنا كل واحد شكل، ما في عقلين في الدنيا مثل بعض، فكيف نعطي نفس الغذاء اللي هو التعليم، نفس الغذاء لكل العقول؟ في عقل متفوق، عقل أقل تفوق، عقل سريع الفهم، عقل بليد الفهم، عقولنا تختلف، عقل يحب التحليل، عقل لا يحب التحليل، عقل يحب الاختراع، عقل لا ما يحب الاختراع، عقولنا تختلف، فيجب أن يكون التعليم كذلك مختلفاً. بدي أكتفي بهذا القدر عن هذا الموضوع، وندخل ببساطة إلى التعليم بشكل أوسع قليلاً. نحن بحاجة أن يصبح هدف التعليم هو التعلم لغرض الابتكار. ننسى كلمة الريسيرش، الأبحاث والتطوير، ما عادش هذا أصلاً لما تيجي تحكي في المجتمعات العلمية ما عادش في كلمة ريسيرش أند ديفلوبمنت اللي كنا إحنا مبسوطين فيها أيام شبابنا. R&D أوف، موضوع مهم يجب أن تستثمر في R&D. الآن ما في R&D، في innovation. كل ما عند كل شيء هو فرصة للاختراع في كل مجال. فنحن في
في في في مدارسنا وفي تعليمنا يجب أن نبلور ثقافة أن يكون الهدف كيف يتعلم الطالب أن يخترع مش يحفظ. يعني كما بيقول أحد المفكرين بيقول أنا ليش بدي أحفظ أي معلومة؟ طب ما أنا بحكي مع عم جوجل أو بطلب أن عم جوجل بيعطيني كل معلومات الدنيا، ليش أحفظها؟ خليني أشغل مخي بالاختراع مش أشغله بتحشية معلومات. المعلومات موجودة وتستطيع أن تحصل عليها بسهولة. أما يحفظونا في الجامعة ما هو أطول نهر في العالم وما هي أعلى قمة جبل، شو استفدت أنا من هذا الموضوع؟ أنا ما بعرف، فلا تسألني مين أعلى قمة جبل ومين أطول نهر، ما بعرف ولا أريد أن أعرف إلا إذا كنت عم ببحث بحثا يتعلق في الموضوع المعين لهدف اختراع في هذا المجال. فإذا نظامنا التعليمي يجب أن ينتقل إلى خلق وتخريج مبتكرين، أن نخرج حملة شهادات يبحثون عن العمل أو بالطريقة مع الأسف عاطلين عن العمل. جامعاتنا، وأنا لا أتكلم عن عمان، أتكلم عن كل العالم بما فيه هارفارد، وقلت الكلام في هارفارد وفي MIT وفي كولومبيا وفي كامبريدج. إحنا بدل أن نخرج إنسان يدور على وظيفة، نخرج إنسان ينشئ مشروع ويوظف العاطلين عن العمل. هذا هو عظمة الابتكار، أنك أنت تخلق فرص عمل بدل أن تبحث عن فرصة عمل لنفسك. بحل مشكلة البطالة، بحل المشكلة الاجتماعية، مشكلة الثروة. ويعني دائما يقول كمان أحد العلماء أنه إحنا أنت بالوظيفة بتحقق حياة تكفيك، بس بعمرك ما بتوصل لتصبح من هذه المؤسسات والأشخاص المعرفيين العظيمين. بكتفي بنتقل إلى الأزمة الاقتصادية. أنا موضوع هذا لا أود أن أفوت هذه الفرصة بوجود هذه القامات والأساتذة والأفاضل والسيدات الكريمات أن أتكلم. أنا سنة 2017 نبهت أن عام 2020 سيكون عام الأزمات الاقتصادية. خلينا نأخذ من الآخر. الأسبوع الماضي مورغان أعلنت أن كل شركات أمريكا ستحقق خسائر هذا العام، ما في شركة في أمريكا راح تحقق ربح. إذا هذه مش أزمة اقتصادية ما بعرف شو الأزمة. البورصة الأمريكية انهارت لأدنى مستوى حتى بالمقارنة مع 2008 عندما صار انهيار سوق المال. إذا هذه مش أزمة اقتصادية ما بعرف شو الأزمة الاقتصادية. طبعا جاءتنا الكورونا، وما راح أطول عليكم بالكورونا لأنه عند سجلت مقابلات في هذا الموضوع ممكن أن تطلعوا عليها على اليوتيوب. الكورونا إحدى الأزمات الاقتصادية. إحنا دائما ننظر الكورونا كمرض وكيف الناس عم بتمرض وبتموت، هذا جزء بسيط من المشكلة. وأنا أجل وأحترم، أنا طبعا إحنا عندنا علاقات وثيقة مع أمريكا بداية وما زالت أهم زبائني وأعمالي مع أمريكا، ولكننا أيضا علاقة وثيقة مع الصين. الرئيس الصيني اللي أنا أتشرف من استلمت منه وسام دعم العلاقات الاقتصادية الصينية العربية قال الأسبوع الماضي قبل أسبوعين، قال الأرواح مهمة ويجب أن نحرص على كل مصاب وعلى كل من يقتل المرض. الأرواح غالية ولكن مستقبل الصين غالي أيضا، فلا يجوز أن نزعل من هذا المرض سببا لتخلفنا الاقتصادي. وقامت الصين بضخ 26 تريليون. الناتج القومي الصيني كله اللي هو ثاني اقتصاد في العالم 13 تريليون. وبأن الصين ليست مرتبطة، عملتها بالدولار الوحيدة في الدنيا اللي مش مرتبطة بالدولار، والتي أصرت، وأنا كنت على مجلس خبراء المنظمة العالمية للتجارة أثناء مفاوضات انضمام الصين. الصين قالت يحكوا بأي موضوع إلا بالعملة،
احنا عملتنا لن نربطها باحد. استطاعت بما ان عند الاستقلال ان تطبع بالمطابع 26 تريليون تنزلها على السوق حتى السوق يظل متحرك في سيولة، وخصصت مليارات للشركات الصينية لتدعمها حتى ما تتوقف عن العمل. لماذا؟ لأن شي جين بين قال، الرئيس الصيني قال، مستقبل هذه الأمة مهم كأرواح الذين يفقد. احنا في عنا أبناء وأحفاد ومستقبل نريد أن نحافظ عليه، ولا نسمح للمرض بأن يقتل مستقبلنا. بدنا نشتغل على الخطين بنفس الوقت، وفعلا جميع مراكز الأبحاث بالصين كانت تعمل لإيجاد البديل والمضاد أقصد، والمعلومات المتسربة أن المضاد وجد الآن ونستطيع أن نواجه هذا الوباء. ولكن بنفس الوقت كانت حملة أي دولة تستطيع في الدنيا منذ خلقت البشرية أن تبني مستشفى يقوي 2600 مريض خلال 10 أيام. عندما بدأ الوباء الصين بنت مستشفى من الحجر، من أول ضربة حجر في المبنى إلى أن آوت المرضى في 10 أيام. هكذا الدول تشتغل، وما قاعد يندب ويقول مرض نقاطع بنوقف الحركة بنشل النشاط. هنالك آفة صحيح، بس هل أنا أترك لهذا المرض فرصة أن يقضي على مستقبلي؟ لا، هذا التوازن مطلوب فينا في كل الأمة. إنما الأزمة الاقتصادية أكثر من كورونا، أكثر بكثير. الأزمات الاقتصادية أو الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، حتى ما نتشتت ونظن أنها خلاف على جمارك وعلى رسوم جمركية وعلى، مش هيك أبدا. هنالك موضوع واحد يتفرع منه كل شيء، وهو من سيحكم العالم القادم، من سيقود النظام العالمي الجديد. أمريكا تشعر، مش أنا اللي بقول، وزير الدفاع الصيني الأمريكي السابق شنهان قال أمريكا لها 3 أولويات في الدنيا، 3 أولويات، لا النفط ولا الاتحاد الأوروبي ولا شيء، الصين الصين الصين. الصراع الآن هو على من سيقود العالم. رؤية هذا الموضوع تتطلب مشاكل كثيرة، أقلها وأتفهها هو الاتفاقيات التجارية اللي بنسمع عنها بين أمريكا والصين. هاي تسلاية، هذه لعب، مش أنا، ترامب نفسه أعلن، الرئيس ترامب، أن الصين سرقتنا بالتريليونات، بدنا إياها من تعوضنا الصين، تريليونات وعشرات التريليونات، يعني مش حجم الاقتصاد العالمي كله 85 تريليون، عشرات التريليونات مقابل حقوق الملكية الفكرية التي سرقتها من الصين. وجهة نظره إنه إذا أنا اخترعت ميكروفون، أي جهة تصنع ميكروفون بطريقة أخرى أو بطريقة أفضل هي سرقتني. أنا اخترعت الموبايل، ممنوع حدا ينتج موبايل إلا بلايسنس مني. هذا نظرة جديدة، لأن منظمة التجارة العالمية، منظمة الملكية الفكرية العالمية اللي أنا أيضا كنت على مجلس خبراء، تقول أن أي تحديث في اختراع موجود هو اختراع جديد، أي تحديث ذو فائدة ويعتبر تجديدا هو اختراع جديد. وهذا صاغته أمريكا في الاتفاقيات التي تمت، الاتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، The World Intellectual Property Organization، الوايبو، واللي هي ملزمة لكل دول العالم. لك هذا
كل ما نتج عن العالم خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية أصبح لاغي. نحتاج إلى نظام جديد في كل شيء. وأول الملكية الفكرية، أصعب مشكلة بين العملاقين هي الملكية الفكرية. مشكلة أخرى الدولار. في العالم القادم إذا حاولت أو فكرت الصين بأن تجعل عملتها عملة دولية باعتبارها اقتصاد قوي، هذا يعني جريمة لن تغتفر، ولذلك يجب أن يوضع حل لهذا الموضوع. في حوالي 20 موضوع في عليهم خلاف، ولا واحد منهم الخلاف التجاري هذا اللي بيقول لك والله عملنا اتفاقية هائلة وفتحنا آفاق جديدة، هذا ما له قيمة. الخلافات الكبيرة هي لم تبحث بعد، والعملاقين يرفضوا أن يجلسوا على الطاولة ليحلوها، لأنه في فارق كبير في الرؤية بينهم، وعارفين أنه لن يتفقوا فيرفضوا الجلوس مع بعض. بيجلسوا مع بعض بس بيبحثوش كيف سنحكم العالم ومن سيحكمه. التوجه الذي سيحصل في اجتهادي وبالمعلومات اللي تسربت أن العالم القادم سيحكم قطبان، سيكون حكم ثنائي الصين وأمريكا، وهذا الحكم النظام العالم الجديد سيشمل إعادة نظر في كل شيء في الدنيا. هلأ إلى أن يتم ذلك عندنا مراحل أليمة من الأزمات ومراحل أليمة من الصراعات. كان العالم يقول إذا عطست أمريكا أصيب العالم بالإنفلونزا. الآن إذا كان انهارت أمريكا دخلت في الريسيشن اللي هو الانحسار الاقتصادي، أو دخلت في الريسيشن. طيب الريسيشن شو بعدها؟ كل الخبراء والعلماء يقولوا أننا سندخل فيما يسمى stagflation، أي stagnation and inflation مع بعض، كساد وغلاء في الأسعار، وهذا شيء يعني وصفة مؤلمة جدا للعالم. هنالك خلاف على كل شيء في إدارة هذا العالم. كيف سيحل؟ أحد المراكز الأمريكية، مش أنا، مش طلال أبو غزالة، ولا أتبنى الرأي، إنما أقول أن المركز يقول أن أمريكا أو تحديداً الرئيس الأمريكي مضطر إلى أن يفتعل حرباً، to manufacture a war with China، مش مع إيران. إيران مش 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 أبداً مش هي الخصم لأمريكا، يعني خلافات معها بأنه في أمور تتعلق بأشياء شكلية بسيطة، بس الخلاف هو بين أمريكا والصين. ويقول هذا المركز أن الهدف من هذه الحرب هو أن يجبر الصين أن تجلس على الطاولة معه ويتفق على نظام عالمي ثنائي. الصين ترفض ذلك، تقول إحنا لا نريد أن نحكم العالم، يا أمريكا أنت احكمي ولك حرية كاملة، إحنا لم نحكم بتاريخنا ولا نريد أن نكون طرفا في حكم العالم. طبعا هذا الكلام لا يريح الأمريكي، ولو أنا الأمريكي نفس الشيء ما برتاح. معناته الحقيقي إنه لا، إحنا بدنا نحكم لحالنا، مش إنه ما لا نريد أن نحكم، هكذا يفهمها الأمريكي. فإذا لن تكون هنالك حرب، لا جيوش تحتل ولا دبابات تقصف ولا كذا، إنما احتكاكات عسكرية تستدعي الجلوس، وبنتيجة الجلوس ينتج اتفاقيات. ونحن نعرف دائما أن كل الحروب في الدنيا تنتهي باتفاقيات، كما انتهت الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب المحلية والثنائية والإقليمية، دائما تنتهي باتفاقيات. فإحنا أمام مرحلة صعبة قادمة. كل هذا الحد اللي عم بحكيه بده يصير هذا العام، وأنا هذا كان اجتهادي من صرحت بهذا الكلام في البحرين، كنت عندما أطلقت هذا التصريح في 2017، أن هذا العام 2020 سيكون عام الأزمات الكبيرة. ولكن مش لازم نحبط، ما سينتج هو عالم أفضل. بدل أن يكون الصراع سيكون في التفاوض والتفاهم على إدارة الدنيا، ما سيحدث هو الأفضل، لأن الازدهار في أوروبا وفي أمريكا حصل بعد الحرب العالمية الثانية.
عندما جاء مارشال بلان وقال بدنا نبني أوروبا، واستفاد من بناء أوروبا أمريكا أكثر من أوروبا. أمريكا ازدهرت نتيجة المارشال بلان. سينتج عن هذه المعركة إنشاء مارشال بلان عالمية لإنقاذ العالم وتطويره، وحيث أننا لسوء حظنا في هذه المنطقة أكثر مناطق الدنيا تضرراً وتدميراً، فعملية الازدهار ستبدأ من هنا، ومن هنا سيبدأ النهضة الجديدة. أنا متفائل جداً، ما حد يفهم مني إطلاقاً أني أنا خايف وعم بخوف. الأزمات والحروب فيها فوائد. ألمانيا صارت دولة عظمى بعد أن دمرت في الحرب العالمية الثانية. ميونخ نصها تدمر من محا. أوروبا دفعت ملايين من الأشخاص الذين قتلوا، وجاءت الرينيسانس وأصبحت أوروبا ما أصبحت. فأنا متفائل أن نتيجة ما سنمر به في هذه السنة الصعبة هو سيكون الخير لنا وللبشرية. ويجب أن نفكر من الآن، أنا طلبت أن نفكر من 2017 كيف نستفيد من هذه الأزمة، لأن الأزمة هي فرصة. دائماً في الأزمات في مستفيد ومتضرر، وأنت تستطيع أن تقرر هل أنت ستكون مستفيد أو متضرر. ونحن كمجموعة طلال أبو غزالة العالمية من 5 سنوات ونحن نحضر لهذه الأزمة في أسلوب عملنا، في برامجنا الجديدة، ما سيلزم أثناء فترة الأزمة، كيف نستفيد من الأزمة. أنا مش ذنبي أزمة بس أقعد أندب حظي، لا، بدي أطور ما يعالج هذه الأزمة. أنا أعتقد أني أنا دائما بوقت نفسي، أعتقد أني أخذت استهلكت الوقت المخصص لي، وسأخرس وأقول لكم شكرا أنكم طولتوا بالكم علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحين عندنا تقريبا ساعة للأسئلة، وطبعا اللجنة المنظمة عملت ميكروفونين، هناك واحد وأيضا ميكروفون آخر هنا، فاللي عنده أسئلة يتوجه إلى الميكروفون، ورجاء يعني اختصروا عشان نفتح المجال لأكبر عدد من الأسئلة، اختصروا في السؤال، يعني كما يقولوا بي دايركت على السؤال مباشرة. دكتور طلال، في أحد محاضراتك تكلمت عن تأخر المحاسبة وعدم استفادتها من علوم الثورة الصناعية الرابعة. يعني لو نجي نشوف الطب استفاد من علوم الثورة الصناعية الرابعة أكثر من مجال المحاسبة، فبرأيك ما هي الركائز الأساسية اللي راح ينطلق منها الاستفادة في مجال الدمج بين مجال المحاسبة ومجال علوم الثورة الصناعية الرابعة؟ السؤال الثاني، حالياً في عشان أسمع، لا تفضل انتظر شوية، وصلك السؤال؟ لا مو وصلني. هو يتكلم على أنه بعض العلوم استفادت من الثورة العلمية، يعني نتكلم عن العلوم اللي هي الطب والهندسة إلى آخره، بعكس العلوم الإنسانية. مثلا هو أعطى مثال المحاسبة، فكيف يتم الاستفادة؟ خلينا نأخذ نظام المحاسبة مثلا. نحن نعمل من 2 سنين على تطوير مدقق آلي. ما في لزوم أنه موظفنا يروح على الشركة ليدقق، العمل المعلومات كلها موجودة في الكمبيوتر. فإذا أنت وضعت في الجهاز الكمبيوتر معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية، لأن تشرفت بأني كنت في أحد من صاغ هذه المعايير بكوني على مجلس معايير الدولية في نيويورك وفي بريطانيا، هذه المعايير موجودة وهي اللي بندقق إحنا بموجبها على أرض الواقع. ليش؟ وأنت في المكتب بتحط البرنامج هذا المدقق الآلي، يدخل على الكمبيوتر عند العميل، يقوم بتطبيق
المعايير على ما عند العميل ويخرج بما في هنالك من مخالفات وأخطاء. هذا البرنامج سيحل محل المدقق اللي بروح على الشركات. هذا يعني شيء لا مهرب منه. مش ممكن الآن في عصر الكمبيوتر إنك تبعت واحد وتقول له خذ دفتر وقلم وشيك لي على الفواتير. هذا انتهت. وهذا ينطبق على كل المهن الأخرى. في عصر المعرفة عملية تحول كامل في كل يعني احنا الآن عم نقول إنه في مهنة السواق ما عادش في سواقين. في فترة قريبة جدا لن نملك سيارات ولا واحد منا، وسيكون هنالك مواقف سيارات اللي هي تدير نفسها بدون سائق، تطلبها انت تجيك السيارة نفسها وتؤدي كل العمل، بس تخلص بتروح على الباركينج، بتحل مشاكل المرور، بتحل مشاكل التلوث، بتحل مشاكل تحتفظ بالسيارة ومصاريفها وتكاليفها، وعندك سيارة ذكية تستطيع أن تتعامل مع المرور ومع المخالفات ومع الأمور أكثر مني. فهذا سينطبق على كل شيء في هذا العصر. أنت سيصبح كل شيء آلي ويصبح الإنسان. بتقول لي طب شو دور المدقق؟ إذن دور المدقق أولا أن يصنع البرنامج هذا. والمنافسة بين الشركات العالمية ستكون من بيصنع مدقق آلي أفضل. يعني هلأ بنتنافس بالموظفين، بنصير نتنافس بالبرنامج. أنا برنامجي أحسن من برنامج الشركة الفلانية لأنه بيعمل كذا وكذا. مش أنا يعني عم بعطي كمثال إنه المنافسة. ثانيا يصبح دور المدقق التحليل والاستنتاج وتقديم التوصيات. أنا هذا الكلام تكلمت فيه سادتي وسيداتي من سنة 90 على مجلس اتحاد الدول للمحاسبين في نيويورك. قلت لهم أصبح الآن حاجة لتغيير تعريف المحاسبة. لما أول ما دخلت على المجلس وفيه كل عمالقة المحاسبة في العالم، قلت لهم ما هو هدف المحاسبة؟ المعروف هذا بالمحاسبة انك تطلع ميزانيه وارباح وخسائر، تعرف وضعك وتعرف نتائجك. قلت له بعدين؟ قال بس هذا مش مهم الموضوع. قلت له بس هيك خلص انا بس حتى اعرف. قال شو اللي بدك اياه؟ قلت له بدي ان يصبح دور المحاسبه اداه لصنع القرار الاقتصادي. كيف تستطيع من خلال الميزانيه والمراجعه وبيان الارباح والخسائر ان تضع خطط لتنتج وضعا أحسن في السنة القادمة. أي يصبح الهدف أن تكون كأداة. وأخذني سنتين وغيرنا تعريف المحاسبة. يعني ضلتني عنيد في إثارة الموضوع إلى أن فعلا أصبحت المحاسبة أداة لصنع القرار الاقتصادي. شكرا. سؤال سريع وجواب سريع بناء عليه. هل مطلوب من الجامعة، طالما احنا حاليا في جامعة، هل من مطلوب من الجامعات يعني ابتكار المدقق الآلي أم هذه شغل شركات متخصصة؟ جواب سريع. بالعكس، يعني عندما يكون هنالك مخترع مجال الاختراع لا يحدد أحد. يمكن فريق من الطلبة المبدعين في المحاسبة يخترعوا نظام أحسن من اللي أنا بعمله كشركة، ويصبح هذا النظام هو موضع رزق لهم، بيشتروا كل مكاتب المحاسبة. ابدا، في عصر الابتكار ليس هنالك ملكية لمشروع ابتكار، بس عندما يصدر الابتكار طبعا يسجل ويصبح حقا لك. تفضل سعادة. تفضل. شكرا جزيلا دكتور طلال على يعني عطائك، ونسال الله لك دوام التوفيق باذن الله تعالى. دكتور طلال، احنا يعني تحدثت عن ازمه الباحثين عن عمل، وطبعا الخريجين سنويا اللي يخرجوا من مؤسسات تعليميه المختلفه في ازدياد، والرقم رقم الباحثين يتصاعد ما بين سنه الى اخرى. وانت يعني نريد منك نصيحه اولى توجه الحكومات فيما يخص معالجه مساله الباحثين، والثانيه كذلك الى الخريجين، يعني كيف بامكانهم ان يتغلبوا كذلك على هذه الازمه. هذا 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 شيء. الشيء الآخر دكتور، أنت تحدثت إنه يعني الأزمات في عام 2020
أنت متفائل يعني بهذه الأزمة القادمة وخاصة للمنطقة العربية، ولكن نحن ما نراه اليوم حقيقة يعني يخالف الواقع، بمعنى إنه يعني اليوم أصبح العرب يعتمد على كل يعني بكل شيء من الخارج، يعني من الإبرة إلى أكبر شيء، والمشاكل تكاد تنتشر في كل الدول العربية. يعني فما هو سبب تفاؤلك دكتور؟ ما هو سبب تفاؤلك؟ تفاؤلي بتاريخنا، احنا احسن امه في التاريخ، احنا قدنا يا جماعه. والله انا يؤلمني انه احنا حتى في اعلامنا العربي وفي كتبنا لا ننسى فتره 500 سنه حكمنا فيها العالم بالابداع، ما حكمنا العالم بالسلاح. احنا فتوحات عظيمه، ولكن ان تستمر قيادتك للعالم خمس قرون نتيجة أنك أنت وضعت أسس علوم، كل العلوم، الفيزياء، الطب، أي علم في الدنيا، المحاسبة بصفتي أنا بديت كمحاسب، اخترعت في أول سجل محاسبي كان في بين الرافدين في العراق. إحنا أمة قادرة على الإبداع وأثبتت نفسها ووضعت أسس للأداب، للفنون، لكل شيء. نستطيع أن نعود لقيادة العالم. أنا ما بحب كلمة نلحق بالركب العالمي، لا، إحنا نريد أن نقوده، وإحنا قادرين، إحنا مؤسسة صغيرة على قد حجمنا، ولكن إحنا نقود العالم في الملكية الفكرية بما فيها أمريكا والصين وأوروبا والدول كلها. ليه ما يكون عندنا عقدة أبدا؟ وإحنا الآن نسعى لأن نقود العالم في إنتاج الكمبيوترات وأدوات التقنية، بدأنا في صناعة، وكنت أتوقع عندما بدأت بمشروع صناعة اللابتوبس والتابلتس أنه سيقفل بحر الصين، ما كنتش أتوقع الكورونا، بس كنت متوقع أن يقفل لسبب ما، فبده ينقطع يعني خلال كم شهر، مش حيضل في أجهزة من أبل، لأنه مصنع أبل سكر في الصين مغلق من يوم بدأت الكورونا. فإحنا الآن جينا في توقيت جيد بأنه بدأنا ننتج أجهزة الأدوات التقنية المعرفية، وهذا من الأشياء اللي عملناها لنستفيد من الأزمة. لذلك أقول أنا متفائل، لأنك تستطيع أن ترى أين ممكن أن يدخل لك فائدة، وكل دولة وكل شركة وكل شخص له ظروف مختلفة، ما بقدر أقرر، بس ممكن دولة بيوم بهذه المرحلة الغذاء سيصبح مشكلة، فأنت ما في أسهل منها أنك أنت تعمل. يا ريت نطور نتيجة الأزمة الاكتفاء الذاتي في الغذاء. الزراعة يعني مش معجزة ولا بدها خبراء في الدنيا، احنا أهملنا الزراعة في الوطن العربي كله، كانت زراعتنا هي مصدر لتمويل العالم، صرنا بنشتري من العالم المواد الزراعية. بالعكس أنا بقول، كنت دائما أقول، عندي برضو أحد المقابلات اللي ستذاع قريبا، أنا الدولة اللي ما بتحصل على قروض ومساعدات هي الدولة اللي الله أنعم عليها، لأنها تضطر أن تنتج ذاتيا ويصبح عندها اكتفاء ذاتي. إنما لما يجي بصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يعطيك قرض وراء قرض لتسد عجز الموازنة، أنت عم تقضي على بلدك وعلى اقتصادك. وأنا وجهت هالكلام بالمناسبة هاي للبنان. الآن صندوق النقد الدولي مش مؤسسة خيرية، يمكن أكثرنا لا يعرف أن هذا الصندوق هو مشروع مش مؤسسة للعمل الخير، يملك حصص، في حصص تمتلكها الدول، وأمريكا تملك أكبر حصة فيه 25%، ودول العالم تملك حصص. دخله هو من الفوائد اللي بيفرضها عليك لما يقرضك. وفي فترة الازدهار اللي كانت قبل 20 سنة كان يشكو هذه المؤسسات تشكي، لأنه ما عنداش زباين، ما فيش حد يقترض، ما حدا عم بطلب اقتراض، هي تعيش على 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 مصائبك، وعندما تقرضك تفرض عليك شروط. وكل الدول اللي خضعت للصندوق النقد الدولي عانت في اقتصادها على سنين طويلة، ومنها من أفلست بسبب هذه الوصفة.
مش بتعطيك مساعدة، ما في مساعدة، ما فيش عمل خير، هي مشروع تجاري ومشروع ربح، ويغطي ميزانيته من دخله من الدول الفقيرة التي تطلب المساعدة. خلينا أو أنا بشتغل مع صندوق النقد بمشاريع كثيرة ومع البنك الدولي بمشاريع كثيرة، ولكن هذا لا يمنعني من أن أقول الحقيقة. الحقيقة أن هذه مؤسسات تعمل لربحها ولمصلحتها مش لمصلحتك. مساء الخير دكتور. كلية الدفاع الوطني، لو تكرمت عندي سؤالين. هنا موضوع مهم اللي هو سعادته تطرق إلى موضوع الباحثين عن عمل، نعم، أو البطالة، نعم، في العالم العربي، نعم، وهو يطلب سعادته ما هي توصية سعادة الدكتور الموجودين عاطلين عن العمل وباحثين عن العمل لأنهم درسوا وتخرجوا في مواضيع ما إلها سوق. يعني أنت بتعلمني تعليم عظيم، بس لما أجي أقدم طلب عند طلال أبوغزالي بقول له والله علمك ما بفيدني، ما أنت معك دكتوراه. وأنا يعني أنا ناقشت هذا الموضوع مع جمعية حملة الدكتوراه، ولـ50% منهم، عم بحكي عن الأردن، 50% عاطلين عن العمل لأنه أخذ دكتوراه في موضوع لا لزوم له ولا يفيد ولا حدا مستعد أن يوظفك فيه. إنما التعليم يجب أن يوجه إلى كفاءات مهنية وشهادات مهنية. يعني الشهادة المهنية الآن الشركات الكبرى بالعالم ما بتسأل عن شهادة لا دكتوراه ولا MBA ولا BA، بقول لك شو عندك خبرة، شو عندك شهادة مهنية. أنا بدي أعمل بروغرامينج، بدي موظف للبروغرامينج، ما بهمني يكون معك دكتوراه، بدي انت عندك شهادة ان انت دارس بروغرامينج. فالمهن هي التوجه. الجامعة يجب ان تخرج مهن مطلوبة للسوق، وهذا ما عم بيحصل. احنا ماشيين في الطريقة التقليدية، وانا احد الانتاجات، انا ما بعرف، انا نفس الشيء، انا تخرجت من هذا النظام التعليمي السيء في كل العالم، وانا قلت الكلام في هارفارد وغير هارفارد انه تعليمنا سيء. عم نعطي نفس التعليم لنفس الاشخاص اللي يبحثوا عن العمل، نعطيه شهادة وبدور على وظيفة. علموا مهنة، علموا صنعة، علموا بألمانيا اللي بيسموهم التكنيشنز اللي بيشرفوا على البناء بياخد أكثر من المهندس، لأنه عنده شهادة مهنية كيف يبني، مش كيف يرسم على الدفتر خريطة البيت، أكثر من المهندسين. إحنا بلادنا العربية ناديت فيها كذا مرة، عندنا مهن كثيرة مش موجود فيها أي مؤهلين، كثيرة لا تحصى، وبندور عليهم. إحنا بندور عليهم دوار المؤهلين في المهن المعينة. ما بدي شهادة، أنا بدي خبرة مهنية في موضوع معين. محاسب قانوني، أعطيني شهادتك، ما بيهمني أنك تخرجت من جامعة محاسبة، أنا بديك كمحاسب قانوني، بدي تكون دارس معايير المحاسبة وتكون متدرب على أنظمة المحاسبة الدولية والآخرين، مش تكون درست علم المحاسبة. تدرس علم المحاسبة ما بفيدني. التوجه يجب أن يكون للتخريج في مهن. شكرا. سؤال من هناك، آسف لمقاطعتك، تفضل. مساء الخير دكتور. سؤالي، تحدثت عن الفرص من الأزمات، وأيضا كما يقال في كل محنة منحة، فمن وجهة نظرك ما هي الفرص أو المنح التي تخلقها هذه الأزمة للدول العربية عامة وللسلطنة خاصة؟ سؤال ثاني لو تكرمت فيما يتعلق. خليك على سؤال واحد لأنه العدد ترى مثل ما تشوف عدد، بس هذا مهم لكم للجامعة. تفضل. بما أنك في الجامعة الآن، نعم، بماذا تنصح جامعة سلطان قابوس من تخصصات تلبي طموح المستقبل على أساس أن تنتهجها وتضعها ضمن مساقات الجامعة وتغطي حركة الباحثين عمل؟ شكرا. أشكرك، سؤال مهم. نعم،
بسرعة أنا أستطيع أن أزود الجامعة بالمهن المستقبلية المطلوبة اللي بيلاقي وظيفة ويوسع وراك ويترجوك تشتغلها في وظائف المستقبل. الروبوتات، الروبوت مش بس خلقنا شيء ومشي، في صناعة الروبوت هذا موضوع، مراقبة الروبوت أن لا يخرج عن السيطرة، تقدير تشغيل الروبوت كيف تعمل له البرنامج إلى آخره، في كذا مهنة في مجال الروبوت، تأخذ مجال البيانات الضخمة البيج داتا. الآن العالم يبحث كيف تستطيع أن تستعمل وتسيطر من خلال البيج داتا، وفي قائمة عملاء البيانات، محققين في مجال البيانات، مستخرجو البيانات، محللو البيانات، هذا اللي بلزمني. أنا محتاج هذا في 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 مؤسستي لحتى أطور عملي. في حوالي أنا هنا حاصر حوالي 20 مهنة هي مهن المستقبل، واللي مطلوب وستجد لها سوق، ستجد من يطلب يعرض عليك العمل ويطلب منك العمل. فرص، الفرص لدولنا بشكل عام في العالم العربي. ما هي الفرص؟ أنت اللي بتقررها. هل أنت تريد أن تخرج موظفي خريجين لمهن المستقبل ووظائف المستقبل، أو تضلك تعلم تعليم؟ إحنا يعني حتى ما تزعلوا مني وأنا نتاج هذا النظام، إحنا شو المختلف عن نظام الكتاب؟ كانوا بس يقعدوا على الأرض، إحنا بنقعد على الطاولات، أستاذ، كتاب، مدرس، امتحان، ما اختلف شيء. يعني هذا انتهى. الآن في الدول، خصوصاً الدول الإسكندنافية، شو بدك تعمل في جامعتك عندما تعلن السويد العام القادم أنها مستعدة لأن تعطي شهادات متخصصة لكل البشر في الدنيا مجاناً أونلاين؟ لشو أروح على الجامعة؟ طب أنا بأخذ شهادة من السويد، ليش أتعلم؟ إذا كان في عقل متعلم بقدر أحطه برأس. يجب أن نعيد نظرتنا ونقفز على المستقبل. أنا اللي عم بقوله، لا أريد أن تنتهي هذه المؤسسات العلمية الهامة التي صنعت الماضي. صنع المستقبل إلى أسلوب آخر، إما بدك تمشي معاه أو كيفك. دكتور طلال، هناك سؤال بما يخص الفاينانشال تكنولوجي، أين ترى مستقبلها، وهل هي تعتبر الحل الأمثل لحرب العملات حاليا؟ شكرا. شكرا. بالنسبة للفاينانشال تكنولوجي، هل هو الحل للمستقبل؟ ما في شيء اسمه فاينانشال تكنولوجي الآن، لم يعد هنالك شيء اسمه فاينانشال تكنولوجي. الآن في إنوفيشن وابتكار في كل مجال، أحدها هو المال وسوق المال، أحدها، ولكن هو موجود في كل مجال وفي كل نشاط. هذا الآن المطلوب، كيف أنتج مخترع في كل مجال. تفضل. السلام عليكم. شكرا دكتور طلال على بنك المعروفات التي أعطيتنا إياها. طبعا هي مش سؤال، كمقترح. أنا بجمع ثلاث محاور من محاضرتك، اللي هي الانوفيشن، الاختراع، والتعلم، والأزمات، والنظريات. طبعا أنت ذكرت، تفضلت سابقا، أن النظريات في الجامعة كلها نسيتها. طبعا لماذا لا نستخرج النظرية والمعرفة من خلال العمل؟ يعني نشتغل على أزمة محددة أو نحدد مشكلة في العمل أو في أي مجال من المجالات العلمية يعني، ونشتغل على هذه الأزمة، وبالتالي نستخرج يعني أي اختراع، ومن ضمن الاختراعات تخرج النظرية والمعرفة، وبالتالي تستخدم تلك النظريات والمعرفة للآخرين في أي يعني في مجال أو أي سيناريو. وشكرا دكتور. متفق 100%، وهذا ما أنادي به، ما عندي أي تعليق. تفضل.
شغال؟ السلام عليكم دكتور، ونشكرك على هذه المحاضرة القيمة حقيقة. حقيقة أنا عندي استفسار مهم جدا. تكلمت عن الكثير بالنسبة للثورة الصناعية الرابعة. السؤال هو من أين نبدأ؟ وهذا هو الأهم في هذا الجانب. وما هي علاقة الاقتصاد بالتعليم؟ يعني هل هناك يجب أن نربط الاقتصاد وما هو نريد أن يعني الفيجن الموجود في الاقتصاد، وكذلك ما الذي نريد أن ننتجه، من الذي نريد أن نصل فيه، ما الذي نريد أن نحققه، أين نريد أن نصل اقتصاديا، وذلك ومن هنا نبدأ الخطوة الأولى من التعليم. فهل هذا هي هل هي هذه البداية؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، تطرق الأخ العزيز قبل شوي يتكلم عن الفينتك الفاينانشال تكنولوجي. أنا أتكلم هنا عن نقطة البلوك تشين، هل هي عبارة عن ثورة من ضمن الثورة الصناعية الرابعة، أم هي ثورة قادمة مختلفة عن الثورة الصناعية الرابعة؟ لأن ذكرت كذلك بأن الصين تحاول أن تتسيد العالم وأن تكون هي الرقم الصعب وتتفوق على أمريكا. لذلك هنا يأتي التساؤل، عندما تصدر الصين 26 مليار من أصل 13 مليار حجم الجي دي بي مالها، والعملة غير مرتبطة، ألا يشكل ذلك خطر على نزول العملة الصينية؟ هذا مهم جدا. وإذا بقت الصين باستمرارية بقاء عملتها بهذه القوة، فما هي الأسباب؟ هذا السؤال الثالث، وجزاك الله بخير. شكرا جدا. شكرا. طبعا من أي سؤال الأولي من أين نبدأ، والثاني بلوك تشين. أنا ما قلت صدت عندما نتكلم عن التقنية الفاينانشال تكنولوجي، الثورة المعرفية تختلف عن الماضي كليا، اللي هي الذكاء الاصطناعي. هو في كل شيء، هو في تطوير العمليات البنكية، في تطوير عمليات التجارة، في تطوير كل إجراءاتنا في الأعمال نتيجة استعمال الذكاء الاصطناعي. يعني احنا مثلا في الصحافة، احنا الآن اللي حيحصل في المستقبل حيكون في روبوتس الصحفيين. مش ممكن انك تقدر تغطي كل مواقع الأحداث ببشر يروحوا له رأي وله اجتهاد. فالتقنية هذه موجودة في كل مجال. أنا ما أتكلمش في شيء اسمه financial technology، في تكنولوجي لتطوير الخدمات المالية، تكنولوجي لتطوير الخدمات الطبية، لتقديم الخدمات المحاسبية إلى آخره. وكلها تعتبر بتعريف المنظمة العالمية للتجارة كلها تجارة. ما في شيء، الفاينانس تجارة، الطب تجارة، التجارة في الخدمات الطبية، هكذا تعريف الطب في المنظمة العالمية، التجارة في الخدمات المحاسبية. كل ما يتم من تبادل ومقابل أتعاب هو تجارة. فإذا المقصود كلامي هو أن ليس هنالك شيء عام، عنوان عام، كيف تطبق الذكاء الاصطناعي في المصارف، في المعاملات القانونية المالية وفي المعاملات القانونية. الآن المحاكم بدأت تشتغل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الجلسات، ففي كل شيء. يعني هذا اللي أنا قصدته. الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة يقودها الذكاء الاصطناعي، وهي ثورة في كل شيء. الزراعة كانت فقط في قطاع الزراعة، الثورة الصناعية صناعة، بس الآن احنا نتكلم في الطب. الآن تجرى عمليات التلي ميديسن، واحد في شيكاغو بيعمل عملية لمريض في إثيوبيا، عملية جراحية بالذكاء الاصطناعي. يعني التطور في كل المجالات هو من خلال أدوات الثورة الصناعية الرابعة، تختلف تماما عن الثورات السابقة. شكرا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور على المحاضرة والدرس القيم والجميل.
من خلال الحرب العالمية للأسواق المالية، ماذا ترى في الأسواق المالية بالأخص المضاربة المالية؟ ماذا مستقبل المضاربة المالية بالأخص؟ هذا سؤال. ماذا ترى المستقبل في المضاربة المالية في الأسواق المالية؟ أتكلم عن أسواق الأوراق المالية. نعم بالضبط. وليس مثلا العملات. لا العملات، العملات يعني العملات. دولار ضد الين أو العملة. أحد المشاكل الرئيسية التي هي بين الطرفين العملاقين هي العملة. إذا لم يجري حل بالتوافق، يعني إذا كان حاولت الصين أن تطلق عملة عالمية بتعمل كارثة في الدنيا كلها، يعني بتفلس الدول كلها. يجب أن يكون باتفاق مع أمريكا، نتفق على أن هنالك عملة جديدة، البنك الدولي عم بيشتغل وعنده اقتراح لنظام لعملة جديدة موجود، في هنالك اقتراح عم تعمل أمريكا، أنت هذا اللي بتشوفه العملة الإلكترونية، هاي تجارب أمريكية اللي يفحصوا للفحص، هي مش أعمال فردية، هاي تجارب كيف تشتغل العملة إذا كان قررنا أن نعمل عملة عالمية رقمية بيتكوين وغيره. ما هو مفهوم المضاربة؟ إحنا لسه بنحكي بالمضاربة بمعنى أن هنالك طرفين عم بتنافسوا، ما عادش فيه. أنت في محيط المعرفة، كلنا سوا مع بعض موجودين، ما بتقدر أنت تشتغل وتضاربني وأنا الطرف الثالث متفرج. يعني السوق الآن أصبح سوق واحد في الإنترنت، فبنتيجة هذا المجال المضاربة الفردية ما عادش لها لزوم. يعني أنت قاعد بالسوق الأسهم تشتري وتبيع، بس هذا مش مضاربة، أنا ما بعتبروش ولا إله قيمة بالناتج القومي، لا يضيف فلس. التعامل في سوق المال بالمليارات لا يضيف دولار للناتج القومي، فموضوع المضاربة بمفهومنا انتهى. شكرا. سعد سفير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتقدم بالشكر إلى معالي الدكتور على هذه المحاضرة والمعلومات القيمة. نتكلم عن الوضع الاقتصادي والأزمة أو التحدي الاقتصادي يعني لدى الدول العربية، ونتكلم يعني بصراحة بأن الآن ما تواجه هذه الدول العربية من اقتصاد صعب، مما أصبحت أسيرة إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي. دكتور، الآن كما تعلم بأن ارتفاع الدين العام في معظم الموازنات الدول العربية عالي، مما يتطلب دفع في الخدمة أو في الفوائد مما يفوق يعني إيرادات هذه الدول الغير نفطية، وبالتالي تخلق يعني مشكلة. واشتراطات النقد الدولي اللي تفرضها على الدول، أنا أقول هذه اشتراطات مالية سياسية، هذه تثير الشعوب على الحكومات، وشاهدنا كثير من الدول العربية. فما هو وجهة نظرك في يعني هذه المعالجة؟ لماذا يكون هناك صندوق نقد عربي على سبيل المثال؟ ليش احنا نرجع إلى هذا الصندوق يملي علينا اشتراطاتنا، وعلى أساس أن احنا نوفي هذه المتطلبات نخلق مشكلة في توفير فرص العمل للعاطلين، نروح فرض رسوم، فرض ضرائب، نحاول نحن نلبي هذه المتطلبات على خلق مشاكل أخرى يعني داخلية وخارجية. فما هو وجهة نظرك وتعليقك على هذا الموضوع؟ وشكرا دكتور. معاليك طرحت موضوع كتير مهم. أنا كمحاسب قانوني لو أحط الآن برنطتي كمحاسب قانوني، العالم مفلس، الجي دي بي العالمي كله 85 تريليون، يعني الدخل القومي للصين وأمريكا وألمانيا وفرنسا ودولنا 85 تريليون، الدين العام العالمي 260 تريليون. يعني أنت سيدي معالي مديون 5 أضعاف ثروتك، يعني 4 أضعاف احسبوها، 85 إلى 260. هذا أي مؤسسة عليها هذا الدين اللي كذا ضعف إيرادها وإنتاجيتها هي مفلسة.
العالم يعاني من هذه المشكلة، وهذا أحد الأسباب للأزمة اللي إحنا بنعفع فيها. أمريكا الآن الدين العام فيها 110%. الاتحاد الأوروبي حدد سيلينج لا يجوز أن يزيد الدين العام لدوله عن 60%. كل الدول الآن تخطط 60%. اليابان 170%، وهي دولة صناعية كبيرة وهامة وإلى آخره، كله بالدين. هذا النظام، نظام الاقتراض السهل، خرب الدنيا. والاقتراض ليس شرط من لا من الصندوق ولا من البنك الدولي، اقتراض من السوق، طرح أسهم، طرح سندات، اتفاقيات ثنائية. ولكن نعم هنالك أزمة عالمية نتيجة هذه الديون المتراكمة على الدول، لأنه بتصير بالإضافة إلى العجز اللي كان عندها سيضاف عليه خدمة الدين. يعني إذا كان عجزي 1,000,000,000، السنة الجاية حيكون 1,010,000,000 ومليار ومئة ومليار ومئتين ألف، 200 تريليون، 200 مليون. يعني الخدمة الدين هي عبء إضافي، يجب أن يكون التوجه إلى زيادة الناتج القومي والدخل القومي. وهذا المؤسف إنه حكوماتها كلها لا تركز على موضوع كيف ننمي الناتج القومي بدل أن ندعمه بالاقتراض. إذا سمحت لي الله يسلمك، يعني في تجربة حسب يعني اطلاعنا، يعني تجربة آيسلند. آيسلند كانت تعاني من الدين العام بشكل يعني يفوق 80%، وتجربة آيسلند الآن أصبحت الآن في توازن بين مصروفات والإيرادات. هل هناك في مقترحات نعم من خلال خبرتكم معالي الدكتور على أساس يعني يستفيد الوطن العربي من هذه الأزمة؟ نعم، احنا أصدرنا، أشكرك، يعني ما كنت بحب أطرح الموضوع، ولكن احنا أصدرنا تقرير تحت عنوان موجود على موقعنا: الأزمة هي أيضا فرصة. الأزمة هي فرصة، احنا بنظن الأزمة يعني أزمة. أنا حياتي كلها بنيت على الأزمات، وأنا استفدت من كل الأزمات اللي عالجتها في حياتي. الحين في هذا التقرير وضعنا قائمة بما يمكن أن يصلح لكل شخص أو شركة أو دولة، أنت تختار، بس حطينا اقتراحات ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ للاستفادة من الأزمة، وهي كثيرة. تفضلي. السلام عليكم، أمل الحبسي، خريجة هذا الصرح الشامخ، ماجستير في الأحياء ومن معهد ماكس بلانك في ألمانيا، ولكنني ابتعدت كثيراً، أصبحت الآن رائدة أعمال. قمت بتأسيس شركتي الخاصة، وأنا من أشد المعجبين في حوارات ولقاءات الدكتور طلال أبو غزالة، واليوم أنا سعيدة جداً بوجودي وحضوري هنا. ولدي سؤال: كيف نصمد نحن كمؤسسات صغيرة في ظل الأزمة الحالية، مع العلم أن الصمود يحتاج إلى سيولة كبيرة وهنالك كساد وغلاء في الأسعار؟ الشيء الثاني اللي هو من ريادة الأعمال، طبعا تعلمت اقتناص الفرص، فأتمنى اليوم أني أقتنص هذه الفرصة، وهو طلب صغير أن يتحقق حلمي بالتقاط صورة معك بعد الانتهاء إن شاء الله. شرف إلي كبير أن أكون معك في الصورة. جزاك وبالمناسبة أنا بدي أشكر معالي رئيس الجامعة اللي أتاح لي هذه الفرصة العظيمة، اللي أنا فخور اليوم بإني معكم. اللي تتكلمت فيه، الأزمة ستصيب الشركات الكبيرة أكثر من الصغيرة. يعني الآن الشركات اللي عم تعاني هي الشركات الكبرى في أمريكا، الكبرى كلها، إنتل، سوني، جنرال موتورز، سميها من شئت، أمازون، كلها الآن تعاني بسبب الأزمة. الشركات الصغيرة عندها قدرة أكثر للتأقلم، وتستطيع أن تضبضب نفسها وتتصرف بطريقة أسرع. يعني لما يكون عند شركة أبل في الصين 260,000 موظف، وبليلة واحدة سكر المصنع، كارثة. احنا انتجنا بالمناسبة، مؤسستنا طلال ابو غزالة
بالاشتراك مع اليو ان دي بي الامم المتحده دليل اسمه تول كيت فور سمول بزنس اس ام اي تول كيت. هذا يشرح كيف ان المؤسسات الصغيره، وانا بحب ان مدير مكتبنا الاستاذ مجدي وينه، بدنا يجب ان نضع فيه دورات ونضعه بتصرف المبتدئين في من المشاريع، لانه بوفر عليك تعيني محاسب، انت بتعملي نظامك المحاسبي من خلال هذا البرنامج، بوفر عليك شؤون الموظفين، بوفر عليك ماركتينج الى اخره. حاولنا ان نضع كل ما يلزم لان تصبح الشركه الصغيره شركه كبيره وبدون تكاليف عاليه. هذا برنامج احنا ما بنكسب منه، يعني مش مش مش, مش شركاء فيه ولا نستغله للربح، هو كان خدمه طلبتها منا الامم المتحده، واحنا انجزناه بالاشتراك مع الامم المتحده. فهذا التول كيت بيعطي ان بفتره الازمات الشركات الصغيره هي اللي لها الفرصه، الكبيره مشكله، عندها مصانع ضخمه، عندها عدد موظفين كبار، عند أسواق تسكرت كاملة في كل العالم، ما في طيران، ما في إلى آخره. الشركات الكبرى هي التي تعاني. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم سعادة الدكتور طلال، سرني تواجدك هنا. سعادة الدكتور، أريد أن أسأل سؤال، وربما قد يكون من المبكر جدا طرح هذا السؤال. معي تساؤل بالنسبة الذكاء الاصطناعي، هل راح تأتي مصطلحات ثانية من بعد الذكاء الاصطناعي؟ هل راح يكون في ثورة صناعية خامسة؟ وفقط شغف المعرفة بالنسبة لهذا الجانب، شكرا لك. ما بعد الذكاء الاصطناعي هل نتوقع؟ أنا يعني اختصرت الوقت. أنا تعرفت على الذكاء الاصطناعي في سنة 1985 مع بيل جيتس عندما سألته ما هو المستقبل. رأي بيل جيتس، وأنا أحترم رأيه، أن بقية هذا القرن، يعني حتى نهاية الألفية هذه، سيحكمنا الذكاء الاصطناعي. هلأ بعد الذكاء الاصطناعي سينتج ثورة أخرى. في اجتهادنا، يعني بنتيجة الحوار، نعتقد أن ما سيحصل هو ثورة المعرفة الإنسانية. الآن كل ما نعمله نحن لمصلحة شخصية، كل الاختراعات هي لمكسب ربح، الاختراعات هي لأتفوق لأنجح، ما فيش تفكير بالإنسان. الإنسان بعد هذا الألفية إن شاء الله سيصبح الاختراع والإنشاء والتطور هو لخدمة الإنسان وليس لخدمة مشروع شخصي أو لشركة أو لدولة. هذه الثورة القادمة هي ثورة المعرفة الإنسانية، أن يصبح كل شيء نعمله هو لخدمة الإنسان. تفضل. شكراً. السلام عليكم. السلام عليكم. شكراً سعادة الدكتور طلال أبو غزال على هذه الأمسية الطيبة والمثرية الحقيقة. فقط أحب أقول لك أنا كان عندي اهتمام جداً بالجانب المهني، لكن كانت هناك تحديات كبيرة يعني في هذا المجال، لأنه اللي هو المتعارف عليه لابد أنه يكون شخص عنده شهادة جامعية أو ماجستير. أنا كان فكري عندي معهد التدريب، وكان الاهتمام أني مثلا أخذ يعني بعض الطلبة من الثانوية أو الشهادة العامة وندربهم خصوصا في مجال مهم، وهو مجال برمجة الحاسب الآلي أو برمجة الحين طبعا الروبوت وما إلى ذلك. سؤالي هو سعادة الدكتور، طبعا ما يتعلق بهذا المهم، هذا كان تعليق، هو من أين نبدأ يعني، وما هي الوسائل والأدوات لتسريع التغيير؟ هل بإنشاء مدارس نموذجية للمخترعين لا تلتزم بالمناهج التعليمية المعروفة؟ طبعا هذا بيلقى تحدي كبير بالموافقة من جهات الاختصاص، أم إنه الوزارات المسؤولة عن التعليم أو التعلم تبدأ من أعلى الهرم، على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم أنها هي التي
تلزم المدارس بمثلا من مثل ما تفضلت وذكرت من الابتدائي. واضح. شكرا جزيلا سعد الدكتور. بسرعة وباختصار، المسؤولية مسؤولية جماعية. أنا في البيت أولا يجب أن أعلم أولادي وأحفادي أنه مش ضروري أنك تأخذ شهادات كبيرة وتعلقها، ضروري أن تتقن وتبدع في مجال معين. إحنا هلأ في طلال أبو غزالة ما بهمنيش معك شهادة جامعية، بهمني شو عندك شهادات مهنية. أنا بدي vocational training. إحنا الآن عم ننشئ مع حكومة الصين أول جامعة لا تعطي شهادات أكاديمية، تعطي شهادات vocational. الآن المشروع كلفتني فيه الحكومة الأردنية أن أنه ننشئ هذا المشروع بالشراكة مع بين الأردن والصين، وهذا كان رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله الملك عبد الله بن الحسين، إنه إحنا الآن محتاجين لكهربجي، محتاجين لمواسرجي، محتاجين لدهانين فنيين، محتاجين لكل أنواع المهن. وفقط بنخرج وبنعتبر إنه في ثقافة إنه لازم يكون معه شهادة عالية. لا، أنا بدي إياه ينجح ويتفوق في حقل، وما بهمني لأنه لم يعد الآن التعلم أو التعليم مفيد، لأنه كله مثل ما قلنا موجود على الإنترنت. المعلومات اللي بدك تعلمني إياها في الجامعة موجودة، ما عندك شيء تضيف لي إياه. أنت بتقدر تضيف لي كيف أصبح مبدع في الكوانتيتي سيرفيينج. هذه الأمة العربية فيش فيها مؤسسة واحدة، فيش فيها مؤسسة واحدة بتعلم الكوانتيتي سيرفيينج. هذه المهن المطلوبة. نبدأ بالأخت، تفضلي. السلام عليكم، معك رحمة العمري من كلية مجان، أنا حضرت اليوم. إنزين، أنا بحكم إني اشتغلت من أكثر يعني من شركة، عرفت إنه المشكلة الأساسية يعني في الاقتصاد هو الشركة بنفسها، يعني ما في تطور مستمر، ولو الشركة بنفسها تطورت وحدها بتوفر وظائف يعني حل باحثين عن العمل. وش رأيك بالموضوع؟ هي تقول على إنه مشكلة الاقتصاد دائما يكون في المؤسسات نفسها، فلو المؤسسات طورت نفسها لخلقت وظائف. هي المايكرو ايكونومكس. ما بدي انا مش همي المؤسسات تطور نفسها، مهم المؤسسات ان تخترع، والاختراع لا يحتاج. مين دعم زوكربيرغ لما انجز؟ لا حكومه ولا شركه ولا مؤسسه. مين اخترع الياهو؟ طالبين مثلكم في المدرسه في الجامعه اخترعوا الياهو، لم تمولهم الدوله، لم تمولهم شركه، لم تمولهم الجامعه. الاختراعات الهامة والكبيرة كلها في الدنيا هي نتاج فردي، مش نتاج مؤسسات. كل إنسان يستطيع أن يصبح ألون ماسك أو أن يصبح ستيف جوبز، كل إنسان. ما الآن ما عادش عندنا عذر أن لا نكون كذلك. وأنا واثق أنه هاي الأمة، وأنا عملت برنامج خاص أيضا سجل لما هو مستقبل الأمة العربية. مستقبل الأمة العربية باهر، مستقبل الأمة العربية بأمثالكم اللي قاعدين سهرانين الليلة حتى تحاوروني وتسمعوا، هذا 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 بدل على أن هذه أمة عظيمة. يعني احنا بدل ما تروح على السينما أو على النادي أو تروح تلعب مع الأولاد، قاعد بكل احترامك تسمعي لكلام يمكن صحيح يمكن مو صحيح، بس عم تعطي فرصة للمعرفة. وأنا دائما بقول إني أنا مش لا أدعي أبدا إني أملك المعرفة، أنا رأي، مجرد رأي. شكرا، تفضل. دكتور، يقول المتنبي: إذا غامرت في شغف مروم فلا تطمع أو فلا تقنع بما دون النجوم. لدينا أفكار لما بعد النجوم وطموحات، لكن البيئة غير صالحة وغير متكاملة لصناعة هذه الأفكار. ما الحل للأفراد وليس للمؤسسات كقطاع خاص؟ من أجل التطور لابد أن تكون في بيئة. أبداً، ما محتاج لبيئة أبداً. البيئة للتطور هي الإنترنت. وأنت كل ما مطلوب، وأنا طلبت في الأمم المتحدة ونجحت بأن أصدر قرار أن الحق الاتصال بالإنترنت هو أحد حقوق الإنسان. يجب أن يكون حق من حقوق الإنسان، مثل الأكل، مثل الطبابة،
يجب أن يكون عنده الحق أن يدخل على الإنترنت ويكون عنده أكسس للإنترنت. المحيط هو الإنترنت، ما في بيئة. أنت في الإنترنت مثل ما أنا قلت لك، وأنا دائما بقول إنه هذا الرجل اللي جاءني باسمه إيرا ماجازينر، كان مستشار الرئيس الأمريكي، بيقول كاتب إن هذا إن نعمة هذا الإنترنت أن الطرف الآخر لا يعرف أنني كلب، وأنا بضل أقول أشعر على نفسي وأقول أنني كلب، ومن يحبوني بيعترض بيقولوا ما بيصير تضل تشاور على حالك وتقول أنني كلب. هذا هو عظمة الإنترنت. ما محتاج أنت إلى أي بيئة، محتاج بس أنك يكون عندك أكسس على الإنترنت، هذه بيئتك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة. أنا حضرت محاضرتين لك في دورة الإمام بن بدة، وكنت دائما تتكلم عن الثورة الصناعية، ومن ضمن ما تحدثت عنه زمان اللي هو يعني الأجيال الاتصالات. فبالنسبة للجيل الخامس، من تعتقد الآن التنافس بين الدولتين؟ ولكن أعتقد بأنه في هناك دول أخرى، فسعادتك من تعتقد هو بيفوز ومن يكون في أكثر المستقبل لهذا المجال؟ الصراع على الجيل الخامس هو جزء من الصراع بين العملاقين على السيطرة على العالم. الجيل الخامس هو أحد مشاكل الـ 2020، والعالم كله رغم من ضغط أمريكا توجه إلى أن يدخل في هذا. بالمناسبة والعالم يتصارع على الجيل الخامس، الصين الآن بدأت إنتاج الجيل السادس واللي سيكون في التداول في عام 2027. هكذا الصين تخترع سنويا 500,000 اختراع، ما في شيء جديد، طاولة جديدة، بس الطاولة في تغيير تصميمها وفعاليتها وكيف انها يعني الميكروفون اللي احنا بنحاول نقرب عليه ونركبه ما عادش فيه لزوم، اخترعت تقنيات انه هو يتحرك لك لياخذ منك صوتك المضبوط. الاختراع والابداع هو الطريق. وردا على سؤالك، نحن امام امر في بقول لك في فولتير قال من اقوال فولتير، والحكماء دائما نتعلم منهم، يقول بإمكانك أن تحارب جيش ولا تستطيع أن تحارب فكرة حان وقتها. هذه حكمة من الحكم المهمة. تقدر تقاوم عسكريا جيش، بس إذا فكرة حان وقتها مثل الجي 5 ما مش ممكن تقدر تحاربها لأنها حان وقتها، خلاص فرضت نفسها وأصبحت أمرا واقعا بكل المقاومة اللي عملت فيها والضغط. كل الدول الآن متجهة إلى الجي 5، ما في مهرب. وقريباً وبين إحنا اللي عم نتصارع فيه بالعالم بالصين عم بيعملوا الجي 6. شكراً سعادة الدكتور، تفضل. السلام عليكم، معك باسل التميمي، طالب في جامعة السلطان قابوس. في كل لقاء، طبعاً مشكور على لقائك الجميل واللي كنت في انتظاره، إحنا في كل لقاء تقريباً بنتكلم إنه النظام المعمول فيه في الجامعات العربية بالتحديد، خلنا نتكلم، بيجبر الطلبة يمشوا على روتينات معينة تنتهي فيهم يعني في نهاية المطاف إنهم معهم شهادة بس، تمام؟ بنشوف في دولنا العربية إنه صار في النظام المالي طبقتين، طبقة عليا وطبقة دنيا، سببها البطالة. البطالة ترجع إنه إحنا معنا بس شهادات، ما معنا خبرة قوية. بوجود أصحاب السعادة والسمو، يعني الطلب أنه يكون كالتالي: إيش اللي بلزمنا حتى نتحرك ونغير النظام المعمول في الجامعات؟ أنا الحمد لله طالب متفوق في كلية الهندسة في الجامعة، ولكن النظام بيحددنا من أنه نمشي مستقبلاً نحو اختراعات أو ابتكارات، نظراً لوجود اختبارات إحنا ملزمين أن نطبقها، اختبارات ملزمين أنه إحنا نتعداها. هذا السؤال، مشكور. شكرا. انت تفضل، انت اللي تغير، كل واحد هو اللي يغير. اما نقول والله بدنا بنغير التعليم لا يحكمك. انا التعليم اللي تعلمته في احسن جامعه في لبنان اللي هي جامعه امريكيه لم استفد منه شيء، وهي احسن جامعه وما زالت لم استفد شيء. كل ما تعلمته تعلمت نفسي عليه،
وقمت بتطوير كفاءتي وقدراتي من خارج التعليم. ليس بهذا، لذلك بقول لك أينشتاين لا تخلط بين التعليم والجامعة. الجامعة شيء عظيم، بس تستطيع، أو كما قال إيلون ماسك، أنت أدرس ولكن ابدع في نفس الوقت، اجعل الجامعة مجالا لك لتخترع وتطور وتطور شيء جديد من خلال وجودك في الجامعة. شكرا. تفضل. هذا السؤال قبل الأخير والأخ آخر واحد. بارك الله فيك، شكرا على إتاحة الفرصة الطيبة. يعني دكتور شكرا لك على بث روح التفاؤل رغم التحديات الكبيرة اللي بتواجهنا في مختلف القطاعات خاصة في منطقتنا. لكن أنا بحكم أني متخصص في التدقيق الشرعي والمصرفية الإسلامية، كنت حابب أسمع منك بصفتك خبير استراتيجي مشهود له أيضا والأفكار اللي بتطرحها، شو مدى استفادة البنوك الإسلامية كقطاع يعنى بالاقتصاد الحقيقي وليس الاقتصاد النقدي، الاقتصاد الحقيقي العيني في جميع منتجاته سواء في مجال تلقي الأموال أو توظيفها، فهل ممكن أن البنوك الإسلامية تستفيد من في ظل هذه المعاناة الموجودة الآن حاليا في القطاع الاقتصادي؟ شكرا جزيلا. دور البنوك لا سيما البنوك الإسلامية في الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الإنتاجي، يمكن تتفاجأ أن تسمع أن أعلى نسبة معرفة تقنية هي عند مخيمات اللاجئين مش في عواصمنا الدول العربية، لأن المعاناة التي يعانيها اللاجئ ما عنده حل لها إلا الجهاز. لذلك أنا حبيت اختصرت في الكلام، الآن متطلبات الحياة الطب، الأكل، الطب أو العلاج والأدوات التقنية. هذا الجهاز اللي ماسكه اللاجئ السوري في أي مكان كان، أو الفلسطيني أو العراقي أو اليمني، هو حياته، هو يتصل فيه مع أهله، ما عنده مكان يروح لا سينما ولا نادي ولا قهوة يقعد عليها، 24 ساعة على هذا الجهاز، يتقن استعماله أكثر مني لأنه 24 ساعة عليه، أنا قاعد معك هلا أو قاعد على الجهاز، فما في خوف من أنا اللي عم بحاول أقوله. الآن الأمم المتحدة غيرت معاييرها لتقييم الدول من الأغنى، الدولة الأغنى والدولة الأفقر أو الدولة الصناعية أو المش صناعية، المتقدمة وغير متقدمة، صار في معيار جديد، ما هو عدد المواطنين الرقميين في كل دولة، عم نعمل إحصاء، هذا اللي سيميز تفوق الدول، كم عدد الأشخاص، مش أنت كإبداع كدولة ولا كجامعة ولا كمدرسة ولا كشركة، كم عندك مواطن بنسميه ديجيتال سيتيزن. الديجيتال سيتيزنز في الدولة هم المعيار لمستقبل هذه الدول. لذلك بقول لك مثلا في عام 30 الهند ستصبح الاقتصاد الثاني في العالم بموجب دراسة أمريكية مش أنا، لأن الإنسان الهندي الآن عم بتعلم أن يصبح كل إنسان في الهند إنسان ديجيتال، وسيصبح ثاني اقتصاد بعد الصين هو الهند لأنه أخذ مبدأ التطور الديجيتال. لذلك مطلوب من الدولة أن تتيح الأكسس لهؤلاء الأطفال إلى الإنترنت، أنه يكون عنده حق أن يصل إلى الإنترنت، وتأمن له الجهاز اللي يتصل فيه، بس ما بدي منك شيء تاني. أنا الدولة ما إلها فضل بأي بدول العالم، مش عم بحكي هنا بأمريكا، الدولة ما إلها فضل في كل الاختراعات اللي تمت إطلاقا، كلها تمت بغياب الدولة فقط. هو إنسان عنده عقل، عنده رغبة أن يخترع، عنده الإنترنت وعنده الجهاز الذي يستطيع من خلاله أن يخترع، بس. شكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. ياسر السيابي، بداية شرف لنا الوقوف أمامكم، ما شاء الله إنسان عصامي بنى نفسه بنفسه، وكنت قدوة لجميع الشباب العربي. ما أطول عليك في الحديث أستاذي، تكلمت على أنك في 5 سنوات كانت مؤسستك تبحث في طرق الاستفادة من الأزمة، وكنت تبني التنبؤات والتوقعات عن البحر الصين وإيقافه وكذا،
احنا كشباب مبتدئين اريد منك توجيهنا في كيف الاستفادة من الأزمة وكيف نبحث في طرق الاستفادة من الأزمة القادمة. نفس السؤال القريب للسؤال السابق، وانا بتعطيني فرصة إضافية. انا انتخبت على مجلس بالأمم المتحدة حاليا اسمه The High Level Advisory Board on Economic Impact. احنا كل معاييرنا وقياساتنا ودراساتنا هي معايير اقتصادية، نسبة نمو، نسبة غلاء، نسبة ازدياد سكان، نسبة كذا. الآن نحن ندرس في هذا المجلس ما هو أثر هذه المعايير على الإنسان. هذا الموضوع غايب كان عنا كلنا وعن الأمم المتحدة والدنيا. الأول مرة الأمم المتحدة الآن بتفكر في أثر الاقتصاد على الإنسان وليس على الدول ولا على النمو ولا على المؤشرات الاقتصادية. بتلاقي دولة فيها ازدهار ولكن البطالة فيها زادت والجهل والفقر زاد، لأنها لم تراعي أن أثر الاقتصادي على المواطن. شكرا سعادة الدكتور. والآن ندعو سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس للقدوم إلى المسرح لتبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين. كم عمرك؟ انت المستقبل، هذا انتوا اللي راح تغيروا المستقبل. يعني جالسه وعم بتركز وتسمع وانا شايفها، يعني عم تسمع كانها الكلام موجه لها. ما شاء الله عليها. هذا سيدي خلي بدون الصندوق هذا، خلينا بتكون مبتكرة. هذا الأمل المستقبل. إن شاء الله. نعم مبتكرة إن شاء الله. وهذا هدية منا. شكرا. الله يوفقك يا بنتي. شكرا دكتور. شكرا لكم. كرمتيني. وين السيدة اللي بدها تتصور معي؟ ما نسيتك أنا. هلا سيدي. أمرك سيدي. وفي الختام شكرا لسعادة الدكتور طلال أبو غزالة على المحاضرة القيمة، والشكر موصول لكم على التفاعل الإيجابي، وكما نشكر أيضا سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة لرعايته هذه المناسبة، والشكر الجزيل لمركز تنمية الموارد البشرية ومركز تقنيات التعليم ودائرة العلاقات العامة والإعلام ولكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.